أكد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول مستدامة للبنية التحتية في المناطق التي شهدت تجمعات لمياه الأمطار. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سعادة الوزير لمنطقة اللوزي لمتابعة المشاريع التي تنفذها الوزارة، والتي شملت مشاريع الحلول المستدامة لضمان جودة البنية التحتية، إضافة إلى مشاريع الحلول العاجلة والتي جاءت بعد دراسة أسباب تجمع مياه الأمطار في منطقة اللوزي بعد عام من إطلاق حزمة من المشاريع في المنطقة المذكورة. هذا وتوجه الوزير إلى مشروع إنشاء نظام تصريف مياه الأمطار الذي يصل بحيرة اللوزي إلى بحر الهملة، حيث سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لشبكة تصريف مياه الأمطار من منطقة اللوزي، وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 47%. كما تفقد سير عمل مشروع إنشاء نظام لتصريف الأمطار على شارع 36 وصولا إلى بحر الملكية، والذي تم الانتهاء من 80% منه.